اللاعبين الإيرانيين تلعب هذه الجانب. لا هدف إيراني في الوقت البدل الضايع، هدف قاتل في الوقت البدل الضايع، هدف غدار، هدف ماكر، نعم هدف جاء في اللحظات الصعبة والصعبة جدا في الوقت الذي كان فيه المباراة تسير نحو التعادل. هيا إيران تفاجئنا، هيا إيران من ركلة حرة جانبية تلدغنا في اللحظات يعني الصعبة، صعب جدا أن تتابع هدف في هذا الوقت. أوه هدف بنيران الصديقة، ماذا فعلت يا عزيز يا أبو الدوس، ماذا فعلت يا عزيز يا أبو الدوس، أعطيتهم هدية في العيد، أعطيتهم هدية في